ليبيا konusunda ortaya لا يمكننا السكوت حيال ما يحدث في ليبيا. لو لم تتدخل تركيا لاستولى الانقلابي حفتر على كامل ليبيا. هذا الانقلابي وافق في البداية على اتفاق الهدنة، لكنه راوغ بعد ذلك وهرب من موسكو، ونحن لن نتردد في تلقينه الدرس اللازم إذا واصل هجماته على أشقائنا الليبيين والحكومة الشرعية للبلاد.